مرحبا فيكم جميعا. وصراحة بغيت بس أشكر أوجه شكر جزيل حق الدكتور محمد وحجي، يعني شكر من القلب صراحة، ليس بالتصنع أو التملق، وإنما هاي كلمة حق، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فصراحة دكتور محمد أنت إنسان أثرت فيني من الملتقى الأولي اللي صار في فبراير، وصارت عندي قناعة من ذاك الوقت أن الإنسان ما يقدر يتعلم إذا هو ما زال يحتك بنفس مثلا بس عائلته أو بس المحيطين اللي دار مداره. بالعكس، يعني الواحد ما تتوسع مداركه إلا لما يشوف الناس المختلفة عنه. يعني في الملتقى الأولي ما شاء الله احتكينا مع دكاترة، مع ناس من برا البحرين، تجسد هاي الشيء أكثر في هذه الرحلة. أنا أول مرة أسافر في الحقيقة، يعني سفرة تعليمية، وجدت فيها فعلا أن مش كثر السفر بعد يفتح لك مدارك أكثر. إن شاء الله تكونين أنت يعني في الرحلات القادمة إن شاء الله كلنا نخوضينها، يعني هدفنا الكل إن شاء الله يا رب. ففعلا يعني أن الواحد لما يطلع من حدود العائلة والبلد وينتقل إلى بلد آخر، يشوف ناس مختلفين عنه بتاتا، وهاي ما يتعلم الإنسان إلا من المختلف. وهاي في كلمة بعد قالها الدكتور طارق سويدان، إن أنا ما استفيد ولا أتعلم من الناس اللي يوافقوني الرأي، أنا بالعكس أنا بستفيد من الناس اللي يخالفوني. ليش؟ لأن أنا لو كنت مقتنع بشيء فهو ما يخالفوني، بسعى وببحث عشان أأكد لهم مثلا عن وجهة نظري، ويمكن في شيء أنا ما كنت أشوفه وهم فعلا يعني بينوا لي. وهاي فعلا شفته في هاي السفرة، الشعب البوسني ما شاء الله حسيته شعب فعلا حاب التغيير، خصوصا الشباب. هاي لمست فيهم الفئة اللي كانوا معانا فعلا حابة تتغير، وإن شاء الله بالعكس أنا متفائلة هذا البلد، متفائلة بهذا البلد إن شاء الله راح يعني بإذن الله يعني. بالعكس إحنا فخورين فيهم، وهاي إحنا قلنا بعد أنا وأشواق حق كذا الدكتور وكذا أستاذ والأستاذ عزت، إنه ما شيء اللي سووه مو بس حق البوسنة، بالعكس ما سووا يعني كانوا نصرة حق المسلمين ونصرة لنا في كل مكان. فنسأل الله لهم الثبات والتوفيق إن شاء الله. وأمنيتي يعني هاي أنا أمس كتبتها، إن أنا إن شاء الله أبي أكون خبيرة في الهوم. إن شاء الله. إن شاء الله. معاكم إن شاء الله مساعدة. هاي الهاي فاليو؟ إي هاي الهاي فاليو. ما شاء الله. احنا نتعلم منكم يا مروه، احنا نبي فعلا يوم الايام فخرنا ان نتعلم منكم، نقول هذه يوم الايام احنا حطينا بذره وصرنا احنا نتعلم. هاي بهاي يكون ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ولفت نظري امس لما قلتوا ان الاشياء اللي تخلي الشباب ملهمين هم ثلاثه امور، يا ان يكونون ما فعلا تعرضوا حق تحديات، او انهم يتعلمون لغات، او انهم يعني عندها تحديات. هاي الأسر تحديات، واللغات بعد في شيء ثالث. ويكون يشتغل في العمل التطوعي. بالعمل التطوعي بالضبط. فأنا بعد الحمد لله هاي شيء يمكن أشكر أهلي، يعني أنا نشأت في أسرة محافظة ومتطوعة وتحب العمل التطوعي، يعني أهل الوالد الله يحفظهم شاركوا في العمل التطوعي وأشركوني فيه صراحة. وهاي فادني في الحقيقة حتى في شغلي الحين، شغلي تمكيني، يمكن ما كانوا بياخذوني لو ما شافوا ان فضل الله كان في عندنا عمل تطوعي من انا في الاعدادي صراحة، المرحلة الاعدادية واحنا مدشينا مجال. وانا ميزك مبين واضح ان انت من الحمد لله رب العالمين، واهتمامهم بعد ان احنا ندرس القرآن والتجويد ما شاء الله، هاي بعد فادنا. بس للاسف كان زين حفاظنا اكثر، الحين صار القلب مشغول، صار التأمل في القرآن أهم. أي سبحان الله بعد صحيح. فإن شاء الله معاكم راح نخطو ونغير إن شاء الله الأفضل بإذن الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. يلا. صافي. إن شاء الله وصلنا الوقت.